بس لازم نروح لأرض الملعب ولقاءات ما بعد المباراة. هنا أبو القاسم ومعانا عبد الرحمن فيصل عشان نستكمل لقاءاتنا. اتفضل يعني. من جديد برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. زي ما حضرتك قلت لسه مستمرين مع لقاءاتنا مع نجوم منتخبنا الوطني بعد الفوز على منتخب تونس والتاهل لفاينل كاس الامم الافريقيه. ومعي في هذه اللحظات طبعا النجم عبد الرحمن فيصل. بداية طبعا برحب بيك على شاشه قناه نادي الاهلي وبقول لك الف مبروك الفوز في المباراه النهارده. عايزك بقى تكلمني عن اجواء المباراه. اكيد مباراه مش سهله، الجماهير كان ليها دور كبير جدا والروح الحقيقه في الملعب كانت عاليه جدا. الله يبارك فيكي. الحمد لله طبعا على المكسب. مباراة قوية جدا مع منتخب قوي، منتخب تونس، منتخب من أحسن منتخبات في أفريقيا. طبعا الأجواء كانت جميلة جدا، الناس كنا مبسوطين جدا بسبب الجمهور. ما كناش متوقعين الجمهور هيبقى كتير، لا الجمهور كان مالي الصالة فعلا، ولا الناس واقفة في ظهرنا والماتش يعني أجواء كانت حلوة قوي. عايزين نعرف ابرز التعليمات اللي طبعا قلتوها بين الشوطين عشان تنزلوا وتستمروا في الفوز وتقدروا تنهوا المباراه لصالحكم، عشان اكيد الشوط الثاني بيكون تشالنجينج شويه، تكونوا مش ضامنين الفريق الثاني هينزل شكله عامل ازاي. والله احنا من اول الماتش، من اول الشوط الاول واحنا نازلين، احنا 100% نازلين نعمل اللي علينا، وكل واحد نازل عارف هو هيعمل ايه. طبعا باستور المدير الفني قايلنا على كل حاجه المفروض نعملها وبننفذ التعليمات، وده حصل من الشوط الاول. الفرق وسع في الشوط الاول لان يعني طبعا اكيد بيحصل دروب في الماتش فتره حصل، بس الحمد لله عشان يعني السكور كان كبير فما نزلش قوي، فالحمد لله الشوط الثاني دخلنا برده قعدنا نكمل والحمد لله على المكسب. الحمد لله. بس نعرف بقى استعداداتكم للمباراه الفاينل، اكيد ما فيش وقت كبير للاعداد بس تستعدوا ازاي؟ اكيد طبعا ده مهما كان ده ماتش سيمي فاينل، خلاص ماتش خلص طبعا الناس هتحتفل وهنبسط بالمكسب طبعا، الناس عملت عليها وصفحه واتقفلت، وان شاء الله الفاينل بقى يوم السبت باذن الله ان شاء الله. اخيرا بقى رساله للجماهير الحقيقه اللي بتدعمكم سواء هنا في الصاله او على السوشيال ميديا قبل مباراه الفاينل. بصراحه الناس النهارده يعني الناس كلها يعني احنا كنا مبسوطين جدا من الناس الموجوده في الصاله، وان شاء الله يبقوا اكتر من كده باذن الله في الفاينل باذن الله. اشكرك والف مبروك مره ثانيه. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. يعني طبعا ده كان لقائي مع نجم منتخب مصر النجم عبد الرحمن فيصل. اكيد لسه معانا لقاءات حصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هنا ابو القاسم بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما حضراتكم شفتوا يمكن كل اللاعبين احمد عادل بيتكلم نفس اللغه اللي بيتكلمها عبد الرحمن، مفيش فرحه الا بعد المكسب، وده وضع طبيعي. خبرات كبيره، لعيبه على قدر المسؤوليه وعارفين هم بيعملوا ايه، فان شاء الله نبارك لمنتخب مصر الفوز ببطوله افريقيا يوم السبت.